صور تثير الشهية ووصفة الأطعمة تثبت ذلك. سيكوخت هي أكثر مدونات الطعام شهرة في النمسا، والسيدة سي هي نفسها سوزان سيمل من مدينة مودلينغ قرب فيينا، وهي تدون ما تطبخه وما تجمعه من أعشاب من حديقتها، وكذلك تكتب عن أسرتها، ومن يتابعها على الإنترنت يحصل على لمحة بسيطة عن حياتها فضلا عن الوصفات. من غير المهم تدوين ما أتناوله من طعام، وأنما تزويد القراء بوصفة جيدة، وقد أجرب أحياناً إحدى الوصفات مرات كثيرة حتى أصل إلى الكمال. كانت سوزان سيمل في البداية تريد توثيق ما يحدث في منزلها من مستجدات، ولكن في غضون سنتين تحول ذلك إلى مدونة مخصصة للطبخ اسمها سيكوخت، فهي تمضي عدة ساعات أسبوعياً جالسة أمام الكمبيوتر لتقوم بمعالجة الصور وكتابة القصص. الرمز الذي اتخذته لسيدة سي يعتبر مبتكراً ويعبر عن شخصيتي إلى حد كبير، لكني أظهر فقط ما أريد إظهاره، وهذا أمر هام أيضاً فيما يتعلق بالتدوين. ولكتابة وصفة اليوم تحتاج سوزان سيمل للحم مقدد من الخنازير المنزلية القديمة مانغاليسا، ما لا يمكن إحضاره إلا من مسلخ توم وسط فيينا، كما أنها لا تزال تذهب إلى متجر خاص لتشتري المكونات المناسبة لوصفتها، من ضمنها التوابل وتعليمات الطبخ، وبعض الوصفات هي أصلاً من إعداد السيدة سي. هذه وصفات طبخ لي لم أرها من قبل. نستلهم أفكارنا من كتب الطبخ في مدونات الطعام، وثمة مدونة طعام رائعة في النمسا تعود إلى السيدة سي، وهذه المدونة كنت أتابعها كثيراً، وفي أحد الأيام فكرنا في مراسلة صاحبتها وسؤالها عما إذا كانت ترغب في التعاون معنا، وقد فرحنا بموافقتها. تتزايد الوصفات الملهمة للأطعمة في الإنترنت باستمرار في كل العالم، والوصفات تناسب كل مذاق. في جائزة مدونات الطعام النمساوية والتي فازت بها مدونة سيكوخ في سنتها الأولى، هناك الآن قسم للوافدين الجدد. ألكساندرا بالا منظمة الجائزة هي مدونة أيضاً، وهي تعرف السبب وراء نجاح المدونات. تعتبر مدونات الطبخ مراجع أصلية لأنها تنقل قصصاً حقيقية، وهي ليست ككتب الطبخ التي تنظم بشكل جميل وفقاً لموضوعاتها أو الولائم التي يصممها مختصون محترفون، بل إنها قصص تحدث يومياً في المطبخ أو في الحديقة كحال سيدة سي مثلاً. لديها وجبة البيض والفطر مع الخبز المحمص واللحم المقدد. روبرت، حذار من أن تحرق اللحم. الكاميرا تتابع جميع الخطوات، رغم أن الأمر يتعلق في كل دقيقة بقوة النار، والصورة النهائية سيتم نشرها في الإنترنت بعد وقت قصير. المشاهدات اليومية لهذه المدونة تقدر بالآلاف. في الحقيقة لم أكن راغبة في الكشف عن هويتي في البداية، لكنني فعلت ذلك بعد 6 أشهر، لأنه من الصعب التكتم عليها، فالناس يريدون أن يعرفوا المرأة التي تقف وراء هذه الوصفات. سوزان سيمل وجدت في غضون ذلك متعة كبيرة. مد يدك أكثر لتأخذ الخبز. حسناً، رائع، والآن يمكنكم أن تتناولوا الخبز. وهذه هي النتيجة الطبيعية لعائلة مدوني الطعام، فالطعام غالباً ما يكون بارداً بعض الشيء، ولكن بخلاف قرائها يمكنها تذوق الطعام مباشرة.